أصدقائي تلاميذنا الأبطال، اليوم أيضا عندنا درس جديد هذا قدامكم اللي تشوفوه، هو الدرس الخامس اللي اسمه دادا بان. دادا بان يعني معناها أيضا بحرف جديد اللي هو هذا اللي تشوفوه قدامكم، حرف النون، صوته صوته لاحظ بان بان. إذن أيضا بشكلين، شكل هذا صاير بآخر الكلمة شو نسميه؟ آخرية، نون آخرية، آخرية، هذا وهذا تشوفوه وهذا صار بآخر الكلمة يسموه آخرية، آخرية. الأولية شلون تصير؟ هاي الأولية لاحظوها، شوف هاي أولية تصير بداية الكلمة، تصير بداية الكلمة، شوفوا بداية الكلمة نو، بداية المقطع، بداية تصير بداية المقطع، هذا أولية، هاي أولية، وأيضا هاي شوفوا أولية. إذا درسنا اليوم دادا بان بحرف جديد اسمه حرف النون، صوته خلنا نجي هنا هسه نكتب الدرس ونقراه حتى تحفظوه، انتبه عليه هسه. لاحظ دادا هاي احنا ماخذيها مقطعين، دا دا، شوف هذا المقطع الأسود ومقطع الأخضر، دا 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 دا. لاحظ هاي با اخذناها وين؟ اخذناها بدرس بابا. لاحظ هسه نخلي لها بعد با، شو تصير؟ شوفوا شو تصير، بابا. زين اذا خلينا لها ب اخريه شو تصير؟ باب، بس احنا ما ريتها لا بابا ولا باب، نريدها بان. خلنا نشوف شلون نرسم حرف النون اخريه، لاحظ بابا واجينا من فوق السطر، نزلنا جوا السطر، رجعنا صعدنا شويه فوق السطر، وخلي لها نقطه فوق، نقطه وين؟ فوق نقطه النون، وين؟ فوق، لا تنسوهم وتخبطون بينها وين الباء، الباء جوا، وين النون؟ فوق، بان. كلكم وياي، دادا بان، دادا بان. نجي على السطر الثاني اللي هذا، هذا طبعا احنا ماخذيها با، شوفوا با 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 با، نقطتين شارحه، با 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 با، با با بابا، نقطتين شارحة، دا دا دادا، دا دا دادا، با شو نحط لها تصير بان؟ نحط لها بان، نقطتها فوق، شوفوا نرسم شوف جيد، هاي هالشكل نكتب النون الآخرية، آخرية بان، بان بان، با بان، با بان. إذن با با بابا، با با بابا، نقطتين شارحة، دا 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 دا، با بان، با بان، بان بان. نجي على السطر هذا، با ب باب، طب ما نسيت باب، با ب باب، نكتب هنا با ب باب، دار دار، هاي حافظيها نعرفها، دار دار، هاي شنو المقطع؟ با، شنو هذا المقطع؟ با، اذا خلينا له صار بان. لاحظ من فوق السطر نزلنا جوا السطر شويه، رجعنا صعدنا فوق السطر مثل الطاسه، مثل الطاسه، وخلينا فوقها نقطه، خلينا فوقها نقطة، جيد، هاي آخرية، 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 بان، بان. نجي هسه نتعلم شلون نكتب الإن كبيرة حتى تشوفوها زين، خاف واحد ما يشوف زين إن صغار، لاحظ وياي بالقلم، نبدأ مين؟ من فوق السطر، لاحظ شوف من فوق السطر، نزلنا وين؟ جوا السطر، صعدنا وين؟ شوية فوق السطر، وخلينا النقطة، عارف شو أقول إيه؟
كل زين. هسه نجي على المقطع الثاني اللي بيه الأولية. لاحظوا وياي، نكتبها هنا با 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 با. نعرف نقراها با 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 با، نقطتين شارحة. نجي على هاي الجوة، دا 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 دا، أيضا نعرفها دا 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 دا. لاحظ هذا ن، وهذا حرف ن أولية، ن أولية، ن أولية. خلى وياها ور، نو ر، نور، نو ن و نو، نو 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 ر، نور. دا 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 نو. هذا المقطع تذكرون اكو مقطع يشبه دو، بس كانوا شو مخلين هنا د صير دو، هسه خلينا ن صير نو، اذا خلينا ب صير بو. زين، نو ر، نور، نو ر، نور. زين، هذا دادا نور يضحك. شوفوا دادا نور، إذن ها شفتوا دادا نور، نور، نور. السطر الأخير احنا نعرفه باب، باب، دار، دار، نور، نور، باب، دار، نور، باب، دار، نور، باب، دار، نور. هذا درسنا كله، وأتمنى تقروا زين بالبيت من البداية للأخير. قراءتكم نفس القراءة هاي، دا 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 دا، بان بان، با 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 با، با 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 با، نقطتين شارحة، دا 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 دا، بان بان، باب باب، دار دار، بان بان، بابا بابا، بابا بابا، دا 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 دا، نور نور، نور نور، نور نور، باب باب، دار دار، نور نور. كل زين. هسه راح اراويكم وينتهي درسنا شلون نكتب حرف النون مره ثانيه، تشوفوا شلون مكتوب.